International School 3 yıldır İstanbul'da yabancı ve Arap öğrencilere yönelik hizmet veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olan kurum, uluslararası bir müfredata sahip olarak öğrencilerine eğitim imkanı sağlıyor. Program ekiplerimiz okul müdürü ve kurucusu olan Halili Beşir'den kurum hakkında bilgiler alıyor. Halili Beşir, müessis Medrese-i Mevakip ve müdür hali fi Medrese-i Mevakip. المدرسة تأسست عندها ثلاث سنوات من تأسيس المدرسة كان عندها منهاج ليبي إنجليزي بعدين غيرنا المنهاج الأمريكي الكاليفورني ومعتمد من وزارة التربية التركية أنا كمؤسس مدرسة المواكب أنا من الجزائر طلعت حبينا نسوي مدرسة تجربة كمدرسة الحمد لله الله توفق أن نسوي مدرسة مواكب احنا اصلا عندنا سلسله مدارس في الجزائر عندنا تقريبا 5 مدارس في الجزائر واول تجربه اخترنا تركيا لان تركيا في كثير مساعدات من طرف الدوله في كثير حاجات راح تساعدنا وفي اجانب عرفنا في اجانب درسنا الوضعيه في اجانب كثير عرب ولهذا فضلنا نعمل مدرسة مواكب الدولية لنأخذ أكثر فكرة عليها إن شاء الله. Halili Beşir, ikamet sorunu yaşadıklarını belirterek bu konuda devletten beklentilerini şu sözlerle dile getiriyor. إحنا حبينا من الدولة على الأقل في تعاون بالنسبة للإقامات. الإقامات عندنا كثير مشاكل الإقامات. ممكن كان عهد الكورونا السنة هذه في كثير تأخروا الإقامات كان إقامات سلموهم إقامات وكان رفضوهم وعندنا تقريب كثير اللي رفضوهم الإقامات احنا نطلب من الدولة تساعدنا مثلا ياخذونا إقامات الطلاب أصلا يدرسوا عندنا وحبنا نعمل مساعدات الدولة تساعدنا الإقامات ثاني حاجة نطلب من الدولة أنا كمستثمر أجنبي جايب مصاري استثمار والدولة تقول لك ما تعمل الاسم باسمك أنا هلأ في المدرسة الاسم الحمد لله صديقي تركي عامل في ثقة احنا شراكة مع بعض سويتها باسمه وأنا اسمي ما عندي ولا شيء اسم يعني في المدرسة كمستثمر أعطيت مصاري وقلت مدام التعليم ما تقدر تحطها باسمك هذا إن شاء الله يشوفوا حالة بحالة ونسويونا وضعيتنا لأن وإحنا عندنا مشروع إن شاء الله ما نكتفي بمدرسة واحدة إن شاء الله عندنا مشروعنا وأوبجيكتيف يعني كتير طويل إن شاء الله 2-3-10 مدارس في مكان لا إن شاء الله 750 kişilik bir kapasiteye sahip olan kurum, 5000 metrekare alanda ilkokul, ortaokul ve liseden oluşuyor. Selamun aleyküm rahmetullahi teala ve berekatuhu. Ma'akum Muhammed Halili min Medrese Mevakip Duvaliye. İhna medrese khassa ve ledeyna aksam ravda, ibtidai ve mutavasit ve tenevi. Na'temid ala minhaj al-Ameriki min medine Kaliforniya. فلدينا تقريبا 300 طالب هون في المدرسة وإحنا مستمرين على المنهج الأمريكي لهذه السنة إحنا مدرسة المواكب الدولية المساحة تبعها تقريبا 5000 متر مربع في طلاب المدرسة تستوعب أكثر من 750 طالب عندنا تقريبا 8 طوابق عندنا الطابق طابقين للثانوي وطابقين للمتوسط وطابقين للابتدائي في مدرستنا عندنا مرافق ترفيهية للأولاد الصغار والكبار أيضا يوجد عندنا ملعب للكرة القدم والكرة السلة ولدينا أيضا بارك صغير للأولاد الصغار تبع الروضة ولدينا أيضا في الطابق السفلي لدينا أيضا مرافق ترفيهية أيضا يوجد ملعب مغطى للكرة القدم ولكرة الطاولة أيضا وكرة السلة أيضا أما بالنسبة لشهادتنا هي شهادة معترفة من الدولة التركية الحمد لله ما في مشاكل ولكن في مشكلة تبع الدنكليك معادلة الشهادة لما الطالب يكون عنده جنسية تركية أو شيء ما يقدر يدرس عندنا ولا يقدر يدرس في المدارس الدولية في
في تركيا. فنحن نطالب من الدولة تساعدنا في هذا المجال، أنه تعطينا مصداقية مشان نقدر ندرس الطلاب اللي عندهم جنسية تركية مشان ما يصير في مشاكل على جانب الشهادة. طلابنا اللي يسجلوا عندنا تقريبا يجوا كلهم من السوشيال ميديا، من الفيسبوك ومن الجوجل ومن الانستغرام. اكثر شيء هو الفيسبوك، لانه الفيسبوك احنا حاطين اعلانات كبيره على الفيسبوك، ونحاول ان شاء الله نتحصل على اكبر عدد من الطلاب بهذه السنه. اما بالنسبه احنا نحاول ايضا نوصلوا صورتنا المدارس، صوره المواكب الدوليه، نوصلوها للعالم كله. احنا اهم شيء انه نعمل اعلانات على جوجل ايضا. جوجل ايضا تعطينا كثير مميزات، انه توصل المعلومات الى البلدان الاخرى مثل دبي والامارات والسعوديه وقطر. في كثير طلاب جو من هذه المنطقه، فاضطرينا انه نعمل اعلانات كبيره على جوجل مشان نستقطب اكثر من طلاب.